أيها السادة والسادة، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج سهرة مع فنان. احنا الحين نبي نعرف بطاقتك الشخصية. محمد عبدو عثمان الجيزاني، ومتزوج الحمد لله، عندي بنتين و العمر حدود 31 سنة تقريبا. زين، بناتك ما قلت لنا اسمائهم. عندي نورة عمرها 2.5 سنين، وعندي ود عمرها 7 أشهر. Bye.